صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن مريم ابنة عمران رضي الله عنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما أدري، لا ما أدري. زوجاته في الجنة هن زوجاته في الدنيا، ومريم ليست من زوجاته في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء الأربعة. نعم.